بكم اخوة الاخوات، فيديو جديد على قناتكم اجريك اس نيوز. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا كنتواجدوا دابا كما كتشوفوا في هذه البلاصه هذه الدار، حنايا مرتاحين. اليوم الاربعاء راحه، وقفوا باش القديمه في الكلام خصك توقف. اليوم صراحه بغيت نهضر كيفاش تظلم ياسين بونو، اللاعب او الحارس ديالنا ديال المنتخب الوطني المغربي وحارس الهلال السعودي حاليا، وحارس يعني لمده طويله، خد بزاف ديال يعني الالقاب وبزاف ديال الجوائز مع فريق سيفيا اف سي سيفي ولا اشبيليا الاسباني. حارس اللي يعني تدرج بشويه بشويه، كان في الوداد، مشى لاتلتيكو مدريد، موراها لعب في خيرونا، لعب في ساراغوسا و سيفيا، ودابا حاليا كما تشوفوا في الهلال السعودي. شحال واحد يقول لي علاش تذكر هذا الباركور كامل وكذا، انا جايكم نهضر اليوم غنهضروا كيفاش تظلم ياسين بونو، كيفاش تظلم، كيفاش ظلماتو الفيفا، كيفاش انه يعني كان هو يعني اجدر ديك الجائزه ديال ان احسن حارس لهذه السنه هذه. لكن طبيعة الحال الفيفا اللي كل 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 شويه او كل كل يعني عام كنتاكدوا انها مصالح تجري وراء مصالح اقتصاديه، عفوا تجري وراء مصالح اقتصاديه اكثر من انها مصالح تكون مصالح كرويه ورياضيه. يعني كيفاش ولينا كنشوفوا هذه المهزله اللي ولات تطرى. انا بغيت نسولكم ونسول يعني حتى الفيفا، واخا الفيديو ديالي ما غاديش يوصل بزاف الناس، ولكن باشمن حق ياخذ ليونيل ميسي الكرة الذهبية؟ اش مقدم؟ عارف بلي كأس العالم، كأس العالم ماشي معيار، ما ممكنش تحكم على لاعب بكأس العالم. ولا جينا نهضروا هذه الهضرة، راه مبابي كيستاهل الجائزة الكرة الذهبية عفوا أكثر من ميسي، لأن مبابي راه قدم ماتش رائع. إلا جينا نهضروا على الفينال وكأس العالم، راه قدم كأس العالم رائع. كيفاش أنه هو اللي هاز الفرقة؟ يعني هو 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 يعني الدينامو ديال فرنسا. كيفاش انه من بعد ما كانوا خاسرين ولاو ورجعوا في الماتش وبيلانتيات وشنا داك الشيء؟ داك شناه كاملا. والارجنتين شكون كان احسن لاعب؟ كان دي ماريا اللي قدم ماتش رائع. لكن في الاخر يعني الفيفا تتبغي يعني كما قلت لكم الفلوس، حبه صرف اشهار، شركات تيجيو تديروا لهم يعني تديروا اشهارات. علاش لا عطاو مبابي ولا عطاو الهالاند؟ حتى واحد ما غادي يجي يبقى يتفرج، وما غادوش واحد التسويق تلفازي وتسويق يعني ديال الاعلانات بشكل اللي غادي يكون ميسي. هالاند يستاهل حتى هو الكره الذهبيه. انا عطاو الهالاند وما عطاوش لميسي. المهم هذا ماشي موضوعنا، نرجعوا لبونو. عطاو مارتينيز شنو دار؟ انا بغيت نعرف شنو قدم الارجنتين مارتينيز. يعني حارس عادي، ما دار حتى شي ملحمه بطوليه زعما، ولا دار شي حاجه خرافيه. على عكس بونو، اجي نرجعوا لبونو. بونو توج باليوروبا ليج مع نادي اشبيليا، سطر وكان له دور حاسم في الفينال مع روما. راه شفنا البلانتيات اللي جبد بلا ما نبقاو نهضروا بزاف، بلا ما نهضروا على وسط الماتش ونهضروا كيفاش كان. ثاني حاجه مع المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم قطر 2022، شنو الملحمه اللي قدم في الماتش ضد اسبانيا من بعد ما وصلوا للبلانتيات، وشنو كيفاش كان في المستوى الرائع، كيفاش جبد كاع البلانتيات. ياك كلشي شاف، العالم شاف، والعالم اشاد بونو. والدليل هو ان بعد ما خدا مارتينيز احسن حارس في سنه 2022 2023، الصحافه الاسبانيه استغربت كيفاش هاد بونو اللي قدم يعني عام استثنائي رائع، خدا فيه القاب، جائزه زامورا، خدا اليوروبا ليج، يعني لعب ماتشات كبار، كان حاسم في عدد من الماتشات اللي كبار، لا مع المنتخب لا مع سيفيا، وي يترجع بهذا المعنى في الترقع في الجائزه ديال احسن حارس.
يعني الصبليون وما سرطوهاش. غير حنا ما فهمت صراحه الفيفا كما قلت لكم صافي فيفا انا سمحوا لي هادشي ديال الجوائز حتى فقدات المصداقيه ديالها. لا عقلته ترجع ليفاندوفسكي في الكره الذهبيه شحال هادي ترجع فيها انيستا صافي ما بقاش واحد لوغو باش تفرج في الكره صافي تفرج في الكره في الاخر تلقى ان كلشي تسويقي ما كاين والو بعد مخرج صوته معصب في الاخر والو صافي برد مع راسك الكره مشات فين هي الكره ديال ان كره القدم هي لعبه الفقراء فينا هو كذا فينا هو العدل ان كره القدم جات يعني صنعوها الفقراء باش يدافعوا على القضيه ديال العدل ما بقاش هادشي مشات ولا دابا كره القدم يعني دخلوا فيها السياسه دخلوا فيها الفلوس الاقتصاد تسويق بزاف ديال المسائل ونساو ان يعني كره القدم هي مجرد رياضه خص تنصف بها للانسان اللي كيستحق. المهم حنا بطبيعه الحال هادشي ما غاديش يغير من النظر ديالنا على بونو احسن حارس في العالم وبشهاده ماشي غير حنا المغاربه شهاده العالم كامل. تحياتي لكم ومره اخرى نقول لكم يعني ما الفيفا فقدت مصداقيتها للاسف عند بزاف ديال الدول وبزاف ديال الناس. راه عطيتكم امثله متعدده انيستا اللي جاب الاسباني كاس العالم ما خداهاش ليفاندوفسكي مع الباير في ياماتو ما خداهاش عطي سير طحن طحن قطع الله يدير الخير. هذا ما كان تحياتي لكم كان معكم خوكم يوسف من قناتكم اجريد اسنيوز تلقاو في فيديو